رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إلهي سبحانه وتعالى نمعوينك سواوين إئو نسيي وحاكمت أهبلوينك ترذوذة إنو ناقد لغي لبأي طوان بلاط. إن عدة الشهور شهور تئي بلوينك ترذوذة وإلهي أتي سأهاضي ولبأي طوان بلاط لرأي طبن بلوط واي أيو يري إلى سبحانه وتعالى لرأي طبن كابلوط با إلهي أتي صلق قري وبلوين كيئة منها أربعة حرم أثر شرف له أيا كمدأة وبلوين ككجرة أثر قيمة له أيا لقد حلا أشهر الحرم بالله مغعابا رسولكم مركو تلمامه وحو يري سدح ويحريران سدح ويحريران وذو القعد وذو الحج هي محرم سدح ذا بلود ويحريران وسدح بالأحرير واي أي نوني وتلمامي مدى كلانا وبش اللغم قعاب الرجب وبش الرجب الذي بين جمادي والشعبان لبدا جماد إي شعبان بي أرد حيسا جماد الأولى إي جماد الثاني أما آخر إيه الشعبان بي أقد حيسا وبش رجب لغو مغعابا إلهي نمعوين كيسا وحاك لو كمتع إنو بلوين كاكل فضل بذيي عبادات مدل بحق بحيالي أياجرة بلوين إلهي موغو تنقلي إنان حسنات كزيات سنو إنان سيئات كما لو غغتر ترانا إلهي ونسي سبحانه وتعالى وحن كجرنا بشي شعبان هذه شعبان لقارنا ومد وحي أديار قروبيان سودة وينت رمضان وحي أديار قروبيان إني بشا بركيسان إيه رمضان إيه سودة ويان وابلي وحبدا سوغيين وابلي إنبدا أن كبريايين وابلح بلد لتوغ هاي صون كيلا صوميما إن لك أقبل واكي هري لحظة كرنا ألا لك بريايي كصوص عذا إنو نقارسي سبحانه وتعالى لكن بشاني أنو كجرني شعبان أيا لفتقي إذا وحي لاذا هاي ميزة قوني وحي لاذا هاي شرف قوني وحي لاذا هاي أريموي بضن وإلهي موغو تنقلي إلا أن ألا أقود وانو سبحانه وتعالى شعبان محائل أغيسيي قيمها أي مركا لاذا هاي بدعوين فربضن وأي ضدكو قبل كاميرا سميانا ويجرتا وحاكلو جرا وحيا بفر ربضا
oo sida nebigu uu samayn jiray bisha shacbaan marka la gaaro ummad ku dhaqaaqda oo samaysa. caaisha waxay tiri radiyallaahu canha, weli ma arkin bay tiri nebiga sallallaahu calayhi wasallam oo soon kaamilay bisheeda. weligay ma aanan arkin rasuulka oo bil dhammaystiran soomay ilaa ramadaan maahane, bil uu kow ka bilaabay soddonkeeda ama sagaal iyo labaatankeedana uu soomay ramadaan baan arkay. sidoo kale wamaa ra'aytu, ma arkin bil uu kaga soon badnaa bisha shacbaan, bay tiri caaisha radiyallaahu canha. riwaayad kale waxay leedahay kaana yasuum, nebigu wuxuu ahaa mid sooma shacbaanka kulligiis. riwaayadaha qaar waxay ku darayaan kaana yasuumu shacbaan ilaa qaliilan, in yar maahane, inta badan waa soomi jiray sallallaahu calayhi wasallam. rasuulka sallallaahu calayhi wasallam wuxuu nagu tusaalaynaya, wuxuu nagu guubaabinaya, wuxuuna farayaa inaan aad iyo aad ugu dadaalno soonka bisha shacbaan marka la gaaro. sidaa darteed baa la weydiiyey xataa oo caaisha laftigeedu ay leedahay rasuulkan su'aalay sallallaahu calayhi wasallam oo aan idhi maxaa dhacay, say xaaladdu tahay, waxaan aragnaa shacbaan inuu kuugu badan yahay soonkaagee. xaaladdaasaan weydiiyey bay tiri rasuulka sallallaahu calayhi wasallam. caaisha waxay leedahay markaan xaaladdaa weydiiyey, amase xadiidka kale aan ka hormarine, usaami ibnu zayd ayaa wuxuu yidhi rasuulkii allaanku idhi kuma arka adoo soomaya bil bilooyinka ka mid ahna aadan soomin iyo shacbaanka xaggiisa. macnaha shacbaanka waxaan kaa arkaa oo aan dareemaya oon arkayaa inuu kuugu badan yahay bilaha kale marka loo fiiriyo soonkeedee maxaa dhacay. rasuulku wuxuu ii yiri buu yidhi usaam, waa bil dadku ay ghaafiliin ku jiraan, ghaflay dadka ku jiraan, waayo bisha lagu magacaabo shacbaan waxay u dhaxaysaa bisha rajab iyo bisha ramadaan. sidoo kale waa bil la kor qaado acmaasha oo caalamka iyo koonka rabbigii khalqay loo geeyo. waxaan jeclahay in camalkayga la rafaco wa ana saa'im, anigoo sooman, anoo sooman in camalkayga kor loo qaadaan jeclaan lahaa. ilaahay in loo geeyo oo la dhaho addoonkaagaan intaasoo camal oo khayr badan oo wanaagsan oo midba ka kale ka fiican buu sameeyey, waxaad jecleed buu qabtay maanta oo camalkiisa lasoo rafacay, xataa wuu sooman yahay, wuu af haystaa, wuu af xiran yahay, saasaan jeclahay buu yidhi. xaaladaasaan jeclahay bacdamaa ramadaan iyo bishii rajab ay u kala dhexaysa shacbaan. shacbaankuna uu yahay bil labadaa bilood dhexda uga jirta, waayo dadkaa ghaafil noqonaya, oo bishii rajabna waxay isaga sugnaayeen bacdamaa bil muxarama ay tahay oo xurmo gooni ah leh, ghafli bay isaga jireen. idan inuu qofku istirtirsiiyo, inuu qofku diyaargarow sameeyo, inuu qofku tadriib sii qaato, inuu qofku sii barto soonka, xaaladahaasaa markaa loogu talagalay. waana shahar iyo bil la rafaco, korna loo qaado acmaasha, waxaana loo geeyo ilaahay subxaana wa tacaala. marka ayadoo saas ay tahayaa waxaan sii jeclaaday camalkayga in ilaahay loo rafaco, korna loo qaado anigoo weliba saa'im ah, anoo weliba sooman, saasaan markaa jeclaa. mashquul bay dadkii ahaayeen bishii rajab, in badan bay waxyaabo kale ku mashquulsanaayeen, waayo waa bil ghaafil dadku ay ka yihiin xaggeeda. shacbaan way iska inuusan yihiin dadka, rajab iyo ramadaan bay u dhaxaysaa markuu rasuulku leeyahay wuxuu ishaarayaa in loo baahan yahay in bilooyinka aad iyo aad loo wanaajiyo, oo khaasatan bisha shacbaanka ah aysan dadku mashquulin oo ay intibaahaan una soo baraarugaan ay u soo jeestaan soonka xaggiisa. xaaladaasaa rasuulku tilmaamay sallallaahu calayhi wasallam. sidoo kale rasuulka sallallaahu calayhi wasallam wuxuu kaloo tilmaamay haddii la gaaro shacbaanka, khaasatan nuskiisa marka la gaaro, inuu rabbi subxaana wa tacaala addoommadiisa daalacdo. addoommadiisa ayuu ilaahay daalacanaya camalka bacdamaa loo rafacahayo oo markaa loo kor yeelahayo
ayaa dadkii ghaafiliinta ka baxay oo shacbaankii xusuustay oo rabbi subxaana wa tacaala cibaado iyo soon ay soomaan camal saalixa kula dadaalay inuu ilaahay kheyr iyo wanaag fara badan siiyo, in kheyr iyo wanaag iyo sharaf gooniya lagu mataqaana ay ka helaan allaagtiisa subxaana wa tacaala, inay ilaahay xaggiisa ka helaan, waayo khalqigiisa ayuu alla taalacanayaa. Niska marka la gaaro shacbaan waxaa loo dhaafayaa khalqiga dhammaantii waa wadacafin ilaah subxaana wa tacaala. Mushrik iyo mushaaxin mooyaane labadaa la dhaafi maayo. Mushrik dembiga looma dhaafo, saa darteed baa wuxuu dembi dhaafka ku heli lahaa inuu rabbigii intuu u soo laabto shirkiga iyo gaalnimada uu iskaga tago oo towxiidkii camalka fiican u soo degdego sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. Rabbi asagoo xaaladaa tilmaamaya ayuu yiri, asoo xaaladaa tilmaamaya inay dadku shirkiga ka soo haraan oo ay salaadda hagaajiyaan oo ay zakada bixiyaan markii inta ay sameen in wadadooda loo sii dhaafo. ilaah wuxuu kaloo tilmaamay inay walaalo nala yihiin haddii dadka muslimiinta ay dadka muslimiinta ah inay walaalo markaa la yihiin oo ay tooba keenaan, rabbi ay u soo rujuucaan, shirki iyo gaalnimo ay ka soo fuqaan, ilaahay ay u dambi dhaaf weydiistaan, istikfaar fiican ay alla u dalbadaan subxaana wa tacaala. intaa haddii ay sameeyaan inuu ilaahay cafinaayo, salaadana ay hagaajiyaan, zakadana ay markaa bixiyaan. saasuu markaa ilaahay qur-aanka qaybo ka mid ah uu ku tilmaamay. marka qofku waa inuu bisha shacbaanka aad uga faa'iidaysto, waa inuu ogaadaa bisha shacbaan fadliga iyo qiimaha ay leedahay, sida rasuulku uu samayn jiray uu nabadin jiray, inuu soonkeeda markaa aad ugu dadaalo, soonkeeda inuu aad u badiyo. heer ay saxaabadu kala yaabaan oo ay dhahaan maxaa dhacaysaan, oo ay dhahaan bilkaaga badan maba jirtee maxaa dhacay, oo ay dhahaan ramadaanka ee shacbaanka oo dhan inuu soo maayeen moodaynay, arrimooyin fara badan oo noocaas ah. haddaba muska marka la gaaro xaaladeedu waa sida, laakiin waxaa mamnuuca waxyaabo fara badan oo dadka gobola ka mida sameeyaan. hadda maxaanu tilmaanay? waxaan tilmaanay rasuulka inay caaisha leedahay iyo saxaabiga kalada bisha badankeeda waa soomi jiray, xataa ay ku shakinaysa kulli inuu markaa soomi jiray, sida riwaayadda ay ka khasistay tiri ilaa qaliilan maahane, waayo bil uu dhammaystay ramadaan baa ka jiri jirtay nebiga sallallahu calayhi wasalam. ayadoo saas ay tahay oo saa loo juhdinaayo, yaa waxaan samaynaa annaga inaan gafil iska noqono shacbaan kowgiisa? cibaadooyinkii loogu talagalay dadku inay ka fogaadaan, wax allaalla wixii ilaahay amray oo wanaaga inay dhinac iska dhigaan, laakiin nuska shacbaan marka la gaaro habeenka keliya in salaad iyo maalinteedana in la soomo, habeenkiina la qiyaamo kadibna la joojiyo, xaaladaa wax jiraa ma aha. halkaa habeen keliya waxaa lagu qasisayaa qiyaamuleyl, halkaa maalinna waxaa lagu qasisayaa in la soomo, balse saa ma ahayn hadyiga nebiga ee wuxuu ahaa inuu soo bilaabi jiray. weliba qof allaalla qofkii ramadaan shacbaan bilowgiisa soo soomay horeyna u soo waday, muska shacbaan haddii la gaaro xataa wuxuu ka mid yahay dadka la fasaxay ee soonka sii wadan kara. ilaan ummadda gobol ka mid ahaa loo diidaa shacbaanku markuu nus gaaro inay markaa soomaan. axaadiis badan baa tilmaantay oo la yidhi shacbaanku hadduu nusoobo ha soomine, ramadaanka hal maalin ama laba maalmood hadduu ka dhiman yahayna soon ha kala hormarina oo ha kala degdegina. laakiin qofkii da'bi lahaa bisha bilowgeeda soo bilaabay ama qayb ka mida ka soo soomay inta nuska la gaarin wax soo waday, xataa ninka noocaasa waxaa loo fasaxaa oo loo sii daayaa inuu soonkiisa wato, waayo bishan ayaa waxay tahay bil isticdaad loogu galo, bil uu rasuulku ku dadaali jiray soonkeeda, bil ay caaisha leedahay dhammaan buu ka soomi jiray ama in yar buu reebi jiray. bacdamaa saas ay tahay ayaa la rabaa dadku xaaladda inay gartaan, arrintaas ay ogaadaan, ilaahay subxaana wa tacaalaana xaqa iyo wanaagga ay markaa ugu degdegaan. walaalayaal, bishaan aad iyo aad cibaadadaha loo badiyo, khaasatan soonka. rasuulkaas sallallahu calayhi wasalam saa yeeli jiray, waad u jeedaan waaxyaabo rabbi loo bandhigaa jira, camaladeenaa la qaadayaa muska marka la gaaro, rabbi ayaa loo bandhigaya, makhluuquu soo taalacanaya, addoommadiisuu fiirinaya, ilaahay subxaana wa tacaala waana soo eegaya.
وانا صوت على عنايا إلهي سبحانه وتعالى خلقك وانا صوت على عن انت كبعدي ايا وحوفذنا يا عفيس بلارا أصغر مركورة عفوا غفورا أها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سادرت بو عفيس بدنا سيدي سبا أدو مدو عفين جري كي قرد كقلو سامح جري عذابك كنسو ضد جنجرين كي توبة كينو توبة كأقبل جري أصغر ساءها أي هذين كاس تقاس آه انتو اسو طالع ذا ادو مذيسا او ايك ايغو ايو ليه دنبغا كترترا ادو مدى عفية كل عفس قود او بلارا ايو الهي ابحن افيدين سبحانه وتعالى للا قصارتي للا قفوض ايا كبحضي او ان عفس كقلين سببت اي عفس كقلي وايين وحي تهي وحي لئيمان وايين وحي لغو عفين لها حتى هدي لسي عفين لها عمل هذا اي كجيران اي وحا اي سمين ايان اي وحا اي كده دبالان ايان اي اهوحان افيس استاهيلين ربك اي وح افين اي ارثة اشريك يالي متك متع الهي افين تبضنا اي ددك افين اي ادو مذي سأل حريسان اي او اغطى لقى الفرصة اهان انو هبينك اصيه سيدا بناف اغهلان موسم قيمة بدن او اغدقي كي وحلا وداجين ويابا كي وحلا عبوديا هدو تكنينا ربي أشريك يالا هدو وحب حيني ربي أشريك يالا هدو رب إنو خير سمي ربي أشريك يالا انت كالنا شربو كجرا حال كيسا ساعة أرنت سو كسو جيهي كاوا كاو ومتك كوباد اي قال أن لعفنين إلهنا سبحانه وتعالى وقلت لك لي أمال لقلت المامي إنو سنسامحين سبحانه وتعالى لا سامح ما يمدك نوع عصو كراء سببت وحيته هو مشرك مشرك عمل كيس إله كرء مقاب سبحانه وتعالى هدوسا كل انتو سنكتو بكيني إيمان في عن أوسن لا إيمان طاعة إي خيرك أوسن كد ذالي شركي وكجر أوسن كتو بكيني رد أوسن أصو الله بننا آخرة أغسي دران إقاب كي دباط بميشة تالة ويوح الله لوحي عمل وميشة أولتغو بمان إلا وحوكا لغايا بور لفرديي وحوكا لغايا بس إحراس لداذيي وحوكا لغايا وحا وحبا كجرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا بور لفرديان كبيجي نابو با إلى سبحانه وتعالى سادرت با وحلو با هنيهي ومدو إني أتسغ إلى عليان ومدو إني إسكجيران ومدو إني سنككت سوميني آدي أتسغ حفيران كان دكتونا ذان وح الله لوحي كيني كرا إندن بداف أي كوايان واي إذا سا إلهي أم حريصانايو ومدى سا أغدن بدافايو وخيرك إيواناقا إلهي سي سبحانه وتعالى أوصينايو أحد كي كقضى فقد قصر قصرانا مبينا كاسيو قصاري قصارا مبينا كاسيو قصاري قصارا عب كاوحو قصاري قصارة آدي آد أوين بعدما إلهي أدو مبي سأوصو طالع عنايو خلقي سأوصو وفيرنا يو هبينك نسك الشعبانك ونا أخلقك سأردا إلا مشرك مشاح موياني لما لا قفوت إلهي عفن ما سبحانه وتعالى إلا إسعفين وشي مهم أقوله بهايهي وإنا من نقدر شحنا قصعبا إنا من نقدر حمان دي حيابها كالإسطة كلية وإنا نقدر إسعفية دغان عل أهين ويهب وحدك قضيسا دم بدافك إله سبحانه وتعالى وحدك قضيسا وح الله لوحي إلهي أكتيسا أو خير أو وناك أو مرك أدك جاري لهي وحي دم بنافة أو إلهي أكتيسا أدك هلي لهي وحي وناك سنة أو إلهي أكتيسا أدك جاري لهي تاسد أدو وينيسا سيأذن تأوين أيا وحال لليه هي ضدك مسلمين هم قضانه شركها اسك الى ليام رب سبحانه وتعالى يسو وحب او شريك يلين مركي حالدا سميان او يرد ببدنا او عبدان او اني ادومين اي اقرتان او اله سبحانه وتعالى خيرك يا وناغ او بخين اي سي او قيب غلان اي كدبالان اي او هلان تاس ادي اد وفيعن وان قفك مسلم كا اي قفك اني عداو اني اسكن نقضان إني إن إلا إسكا إلالي سببت حيث شحنة بغضها أخوة إيمانك إحذي وذا كبح سوغان وحي سببي كرتا قفك إن حتى سلادي سلا أقبلي وايو
إن أعماشيس لأقبلي وايو إن الرب سبحانه وتعالى هبين كان نسك الشعبان إعودتك صوت على عنايو لبدا قفو شحمها كبح حيسو إعلاب كبح حيسو إعلكي عذابه إسكو قضى هبين كان إني قفان إن الرب الدنب دافك يسجل سبحانه وتعالى ويحال الله صعلا مال لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مال إي أولاد إيسوح بترين إلا قفك قلب سليم إلهي أولي ماذا ما هنا سبحانه وتعالى قلبي سليمك وقلبي أن حنبار حقدي وقلبي أن حنبار سليم حسد وقلبي أن حنبار سليم غش يقيان هل قفك مسلمين تكملنا آن أجر قلبي نظيف وهو سافئة قلبي آذي أبلو النظيفي قلبي شحنا أن قف مسلم اللي قلين إي ولا الإسلام ولا لا إسلام أحسد أن لو قلنين غش إي قيامنا أن لو قلنين كاسا مركا لو لجيذا هذا وطاسي وحا آد إي آد لبا تفر بلن قوة دد كمانتا أما حلية أما بش أن جوغني أن كجرن شحنا يقلادو أي كبح حيسو جوجي انت أجوجين كرتان أن إسسامحنا تسامح عن سمعين أن كد ذال قلبينا إنه نظيف نقضه وأن كمد نقضه ضد كمال انت أمهبينك إلهي من بضافك أفست أفرنا سبحانه وتعالى شيء مناسب أهواي ووح مهم وح قيمة لهنا معها قفك هداد أفس قلبك هذا واسع بمقنا انشرح باكو دعايا قفك هداد أفين قلبك هذا عقدت باكبه سميسة أذيك دبو كويهي دم بدافك واد ويسي ولالك ولاشا دبي أتهي برشو دبي أتهي مسلمين تدحدو ذي أخوذ أخوذي كد حيسي إولالتني مبي ويبابا أي ساوي ترتل ميسا حالت فربضا أمو عسى إماني سي دعدب إلهي دم بداف وصيناي ضدك دم بدعو بحناي ضدك دم بدافك الله سيناي إنان كمد نقونا أنقلنا إنان كمد أهانا أن كد ذالنا ضدك إطافي دونته أو أن لدن بدافي دوني أو إله سبحانه وتعالى أكجي سندونه إنان نقوننا أن كد ذالنا وربنا أن تلبي أديبنا سبحانه وتعالى سونك قفكي بذي بسان وقيمة إيا ونك قفكي هري أصو صومي ورنكرا قفكي رجب صو صومو صو دميو إمبران كسو تكي كي 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 شعبان كسو حجيي حتى نسك شعبان مركا لقارو ويحاديس تديرين إن قفكو أو صومو ويسك ودن كرا ولا فصحي ولا أقول يهي حسنات كسو بطسانيا خير فرب بدنبو قصو عنا ولاك بدنبو صمينا ساسو إلهي تلماما يا سبحانه وتعالى هديك لسو معها ونجيالك ينك على أنصامي صنو نسك الشعبان هديل لك ردد كان دي أبي عادة أولا هين هايسكت جوجيان الصونك حالة باسا مركا الله تلماما إثنين إقميز دد كي سوني جري رعنباك شعبانكو هدو نسجارو أما أوبافو أي حتى إثنين إخميس ويسك السومي كرام أو تاولو أقول يهي إلهي سبحانه وتعالى بعدما هذينك أفز بلن أو بحنايو إلهي هم قدر ضدك العفين دونه ربي خيرك وناك هن وافجيو إلهي شعبان إي رمضان لشعبانك اللهم وغبقو كي أن أددالنو دن بدافك سانكو هلنو ربنا الصمي وناك هنو قرسيو بشيني بشي أنجعلني بشي أهمنيني بشي شوقي هلوغ أن أقبني بشي مدبر أن سبيني إلينا أن كرجيني نصم إنو نغو قرسيو قرسين كليا ما أها هدنا كفا إليستا قروه ودا النهار تلوغ حرايو سونك ودا كرلو رفع الله أقبله كوانا إنو إله نغو دارو أيان كبرينا سبحانه وتعالى إلى حق وحنوه دي سنين إنو حق نوافجيه طاعد يدين تالله نغسوه ومد إبادة إلهي نغدوه دد إبادة استو إبادة إلهي جعل أو آديات أقود ذالة إلهي نغدوه إلهي سبحانه وتعالى رمضان كان نغرسي خير وناكي سمنا الله نغو غرسي انت حنوصنا الله عافية انت ببسنا ببك الله كقاب انت قربسنا قربلا الله كفيد إن الله لإنت خير كي وناك ربتي جعلنا الله جالسي الله أفضل ذي إنت نعبوك علستهنا الله أفضل ذي اللهم آمين اللهم آمين وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.